وبعدين تطبيق الشريعة ذاته ما هو الحدود دي بس، ودي معلومة فهموها جماعة الأخوان المسلمين للناس فهما خاطئا ينبغي أن تصحح وأن يزال هذا الفهم الخاطئ من أذهان جميع المسلمين. ما الحدود دي بس؟ الحدود دي جزء 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 من الشريعة، والشريعة أكثر منها. أهم شيء في الشريعة وتطبيقها العقيدة الصحيحة، تطبيق العقيدة الصحيحة ونشرها للناس وتعليمها للناس. الناس يوحدوا الله أول حاجة قبل الحدود دي، وقبل الصلاة، وقبل الصيام، وقبل أي حاجة يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحتى الحرامي ده ممكن ربنا يغفر له؟ السرقة جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، وخيانة، خيانة تدل على سوء الطبع وشر النفس وسوء خلق صاحبها إلى غير ذلك من السوءات. لكن الشرك أعظم منه، وممكن ربنا يغفر للسارق، ممكن ربنا يغفر للزاني، ممكن ربنا يغفر لشارب الخمر، لكن المشرك إذا مات عليه الله ما بيغفر له. إذا مات على الشرك ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حاجة دون الشرك إذا مت على ممكن ربنا يغفر لك إذا شاء لك ذلك. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن أساس الإسلام وأساس هذه الحدود وأساس الشريعة الإسلامية كلها العقيدة والتوحيد وعدم عبادة غير الله. لا تعبد قبة، الناس اللي بيمشوا يتمسحوا بالقباب والأضرحة ويشيلوا التراب بتاع الشيخ، والناس اللي بيحبوا للشيخ، والناس اللي بيسجدوا للشيخ، والناس اللي بيركعوا له، والناس اللي بيندهوا وبيستغيثوا به من دون الله سبحانه وتعالى، ده أعظم ذنب، أعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر. يبقى أول حاجة في تطبيق الشريعة تطبيق العقيدة والإيمان. شكل ربنا قال عن دعوة الرسل جميعا بلا استثناء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا.